أعزائي طلبة الصف الأول متوسط، درسنا لهذا اليوم من دروس مادة الكيمياء، والموضوع اللي جهزناه حتى لكي لا يأخذ وقت طويل أثناء الكتابة، وهو من المواضيع المهمة جدا في السنين المتقدمة إن شاء الله. بعد ما أخذنا الكمباوند المركب، اليوم راح نجي ناخذ موضوع اللي هو ميكسيتشرز، المخاليط أو الأمزجة، وبعدين راح ناخذ أنواع الأمزجة إن شاء الله اللي هو تايب أوف ميكسيتشرز، وراح نجري عملية الديفرنس بين ذا كمباوند أند ذا ميكسيتشرز. Also we will be examples about any type. وبعدين راح ناخذ امثله حول كلنا. اذا السؤال الاول اللي راح نطرح راح نقول define the mixture، عرف الامزجه او المخاليط، او what is the meaning of mixture، ما المقصود او ما معنى الخليط او المزيج. Mixtures are material made of two or more different substances which are mixed but not combined chemically. إذن تعريف المخاليط أو الأمزجة هي عبارة عن مواد are materials، هي مواد made of، تتكون من two or more different substances، تتكون من مادتين أو أكثر، وهذه المواد تكون مختلفة which are mixed but not combined chemically، تمزج لكن لا يحصل بينهما تفاعل أو اتحاد كيميائي. إذن mixtures are materials made of two or more different substances which are mixed but not combined chemically. إذن هي عبارة عن مواد تتكون من مادتين أو أكثر مختلفتين، بحيث هذه المواد تمزج ولا يحصل أو يحدث بينهما اتحاد أو تفاعل كيميائي. In mixtures في الأمزجة، the chemical properties of the starting substances do not change. في المخاليط أو الأمزجة، الخواص الكيميائية للمواد الأولية أو المواد الابتدائية لا تتغير. فيما يتعلق بالـ mixture، the chemical properties of the starting substances اللي do not change. المواد الابتدائية أو المواد الأولية لا تتغير. طبعاً عندنا there are two types of mixtures. Mixtures can be عندنا الأمزجة أو المخاليط على قسمين. الأمزجة على قسمين أو المخاليط. عندنا أولاً homogeneous mixtures اللي هو المخاليط المتجانسة، وعندنا heterogeneous mixtures المخاليط غير المتجانسة. هاي المخاليط المتجانسة والheterogeneous mixtures المخاليط غير المتجانسة. Mixtures are materials made above. هي مواد تتكون من two or more different substances، مواد مختلفة which are mixed تمزج but not combined chemically، لكن لا يحدث بينهما تفاعل كيميائي أو اتحاد، لكنها لا تتحد أو تتفاعل كيميائي.
كومباين يتحد كيميكالي كيميائي. الميكسيتشر في المزق في الأنسجة أو المخاليل ذا كيميكال بروبرتيز الخواص الكيميائية أوف ستارتنج سبستانسز المواد الأولية أو الابتدائية do not change لا تتغير. Mixtures, there are two types of mixtures, homogeneous mixtures اللي هي المخاليط المتجانسة وheterogeneous mixtures اللي هي المخاليط غير المتجانسة. هسا رح ننطي أمثلة على الhomogeneous mixtures والheterogeneous mixtures. كمثال على الhomogeneous mixtures اللي هو الكوبر سلفيت بلس ووتر، يعني تفاعل كبريتات النحاس CuSO4 كوبر سلفيت CuSO4 بلس ووتر H2O. إذن كبريتات النحاس مع ال H2O هذا عبارة عن مزيج متجانس، خليط متجانس اللي هو كبريتات النحاس الكوبر سلفيت زائدا الماء، يعتبر نوع من انواع الامسجه المتجانسه. اما بالنسبه لي كمثال على الهيتروجينياس ميكسيتشر او المزيج غير المتجانس هو عندما نجي نمزج اللي هو ساند الرمل مع الماء مع السلفر او الكبريت. اذا المزيج هذه المواد الممزوجة مع بعضها البعض اللي هو رمل مع ووتر مي مع سلفر كبريت هذا يعتبر شنو؟ يعتبر خليط غير متجانس، يعني من نوع الهيتروجينياس ميكسيتشر. هسا من حق الطالب يسأل سؤال يقول what is the difference between the homogeneous mixture and heterogeneous mixture، يعني ما هو الفرق أو مقارنة ما بين الأمزجة المتجانسة والأمزجة غير المتجانسة. فيما يتعلق بالأمزجة المتجانسة نلاحظ أنه the composition of its parts are equal اللي هي مكونات أجزاء تكون متساوية، مكونات أجزاء الخليط المتجانس تكون the composition of its parts مكونات أجزائه are equal تكون متساوية. But in a heterogeneous mixture the composition of its parts are different، بينما في الخليط غير المتجانس تكون أجزاء أو مكونات أجزائه مختلفة يعني غير متساوية. For example رح نعطي مثال على النوع الأول اللي هو the homogeneous mixture اللي هو for example air اللي هو الهواء الجوي، مثل ما تعرفون air is a homogeneous mixture of sea of gases a teaspoonful of table. إذا عندك مثال أول على خليط متجانس هو الهواء، فالهواء يعتبر خليط متجانس بالمن من الغازات. Air is a homogeneous mixture of gases. بعد أيضا مثال آخر a teaspoonful اللي هو عندنا ملعقة شاي من table salt زاي اللي عندنا ملعقة ملح فيها ملح طعام into a glass of water اللي موجودة في إناء من الماء also makes a homogeneous mixture تعتبر أيضا شنو؟ تعتبر أيضا خليط متجانس. يعني إذا أجيب a teaspoon full of table salt in a glass of water إذا أجيب فالملعقة مع الشاي أخلي بها ملح طعام وأخليها في كوب من الماء وأمزجهم هذا المزيج يعتبر مزيج متجانس. كذلك عندنا الهواء الجوي air أيضا consider or regard a homogeneous mixture of many gases مضافة إلى أن الهواء يعتبر أيضا خليط متجانس من الغازات. إذن أولا ذاك، ثانيا فيما يتعلق ب الهيتروجينياس ميكسيتشر. For example أيضا نأخذ مثال على الهيتروجينياس ميكسيتشر the sunflower seed oil اللي هو عندنا بذرة أو زيت بذرة دوار الشمس أو اللي يسميه إحنا زهرة الشمس
او اللي يسموه عباد الشمس، يعني يصير هالشكل اللي هو نوع من انواع الكرزات. فزيت زهره عباد الشمس ايضا يعتبر هذا عباره عن مزيج غير متجانس، مزيج غير متجانس. عندنا ثلاثه بالنسبه لي، الهوموجينيوس ميكسشر او الامزجه المتجانسه، هوموجينيوس ميكسشر ايكوال سيم تايم، اذا تتكون من نفس النوع، تتكون من نفس النوع او من نفس النوع، بينما الهيتروجينيوس ميكسشر يساوي ديفرنت تايب او نوع مختلف، تعتبر نوع مختلف، بينما هذا يعتبر نفس النوع. هاي انواع مختلفه، وهاي هو الفرق ما بين الهوموجينيوس ميكسشرز والهيتروجينيوس ميكسشرز، اللي هي مقارنه ما بين الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس. بعد ما اخذنا الكمباوند وبينا انه المركب هو عباره عن مجموعه من العناصر تتحد مع بعضها البعض، هسه راح نجي نجري مقارنه ما بين الكمباوندز المركبات والميكسشرز الأمزجة أو الخليط. What are the differences between the mixtures and compounds؟ ما الفرق بين الأمزجة والcompounds المركبات؟ حتى نسوي مقارنة بيناتهم، إذا فيما يتعلق بالcompounds definite composition، تكون المكونات ثابتة أو محدودة، مكونات المركب تكون ثابتة أو محدودة. You cannot vary amount of each element in a compound، إذا لا يمكن معرفة المواد اللي هي أو العناصر، كمية العناصر المكونة للمركب، لا يستطيع الشخص أن يعرف كمية المواد الموجودة في المركب. يعني طبيعة المركب مثل ما بينا انه element plus element plus element products or results compound. تذكرون بينت انه عندما يتحد عنصر مع عنصر اخر مع عنصر اخر، فبالنتيجة يتكون عندنا المركب. اذا عندنا يوجد نوع من المركبات يحوي على two type of elements، بينما عندنا نوع اخر من المركبات يحوي على اكثر من نوع من العناصر. يعني لو ناخذ المي مثلا كمركب اللي هو H2O يتكون من اتحاد عنصرين فقط وهو ماء الهيدروجين والاكسجين، بينما لا نجي ناخذ مركب اخر اللي هو H2SO4 حامض الكبريتيك، نلاحظ ايضا هو ايضا كومباوند ولكن كونسيست اوف مور ايلمنتس او يتكون من اكثر من عنصر واحد اللي هو الهيدروجين اللي هو H والكبريت S مع الاكسجين. اما بالنسبه للانزجه او المخاليط، اذا راح يصير عندنا الفيربل كومبوزيشن، يو كان فيري اماونت اوف ايتش سبستنسز ان ميكسشر، يمكن معرفه كميه المواد المكونه للانزجه. ثانيا ذا ديفرنت ايلمنتس اللي هي العناصر المختلفه ار كيميكالي جويند تو كذا. بالنسبة للمركبات the different elements العناصر المختلفة are chemically joined together اللي تتصل أو ترتبط كيميائيا مع بعضها البعض، يعني العناصر المختلفة المكونة للمركب تتحد كيميائيا مع بعضها البعض، بينما لا تلاحظون بالنسبة للأمزجة أو المكسجر قلنا which are mixed but not كومبايند كيميكالي اللي هي عباره عن مواد تمزج لكن لا يحدث بينهما تفاعل او اتحاد كيميائي. The different substances المواد المختلفه are not chemically joined together، المواد المختلفه المكونه للامزجه لا تتحد مع بعضها كيميائيا، لا تتحد مع بعضها كيميائيا. اذا العناصر المكونه للمركب تتحد مع بعضها البعض كيميائيا، بينما المواد المكونة للأمزجة والخليط لا يحصل أو يحدث بينهما اتحاد كيميائي. ثلاثة the compound المركب has properties different from the elements it contains،
إذا المركب يمتلك خواص مختلفة من العناصر التي المكون منها. إذا بالنسبة للكمباوند has properties different، يمتلك خواص مختلفة من العناصر المكونة له، يعني العناصر اللي مكونة للمركب تكون خواصها الكيميائية مختلفة. يعني من نجي ندرس خواص الهيدروجين وخواص الكلور، نجد أنه لتكوين كلوريد الهيدروجين أو الهيدروكلوريك أسيد تكون the compound has properties different from elements it contains، راح تكون العناصر المختلفة للمكون المركب تكون ذات خواص مختلفة. Each substance in mixture، كل المواد اللي موجودة في المزيج أو الخليط keeps its own properties، تحتفظ بخواصها، إذا الناس عملية احتفاظ بالخواص، بينما العناصر المتحدة مع بعضها البعض لتكوين المركب بعد الاتحاد راح تفقد أو يفقد كل عنصر صفاته وخواصه من أجل تكوين مركب جديد ذا صفات وخواص جديدة. أما بالنسبة للمواد المكونة للأمزجة فيحتفظ كل مادة بصفاته أو خواصه. أربعة، it can only be separated into its elements using chemical reactions. إذن من الممكن فصل separated into elements using the chemical reactions. إذن يمكن فصل المركب إلى المكونات الأصلية له بتفاعل كيميائي. يعني من أجل أوضح هذا، لو نأخذ المثال اللي هو الماء اللي هو H2O، هذا كمركب بتفاعل كيميائي يمكن فصل إلى مكونات الأصلية اللي هو الهيدروجين والأكسجين. إذن it can only be separated into its elements using chemical reactions. إذا يمكن فصل مركب إلى مكونات الأصلية اللي هي العناصر بتفاعل كيميائي. Each substance, كل المواد is easily separated from mixtures. إذا من السهولة فصل المواد المكونة للمزيج أو الأمزجة بسهولة، يمكن فصلها بسهولة، يعني لا تحتاج إلى chemical reaction مثل ما يحتاج إلى المركب الكيميائي. خمسة وأخيرا، they are shown by formulas. إذا يمكن أن يظهر المركب بصيغة معينة، بينما بالنسبة للأمزجة والميكسيشرز they are not shown by specific symbols or formulas. أما بالنسبة للأمزجة فلا يمكن أن تظهر برموز محددة ولا بصيغة كيميائية محددة. إذا هذا يمكن أن يظهر عن طريق صيغة، بينما هذا لا يمكن إظهاره أو إبداعه على شكل صيغة كيميائية. وهذا هو الفرق ما بين الكمباوندز اللي هي المركبات والفورمولاز اللي هي المكسيشرز اللي هي الأمزجة أو المخاليط. أعزائي طلبة الصف الأول، إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم اللي كان يتضمن موضوع الميكسيشرز أو الأمزجة أو المخاليط. آمنين لله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله راح نأخذ اللي هو الseparations methods لعملية فصل الطرائق، فصل الأمزجة، منها باستخدام الكهربائية ومنها باستخدام المغناطيس أو المغناطيس.